المنتخب الاول قائمه لروي فيتوريا. وكنت بقول حتى في المقدمه انه دايما لما اي مدرب منتخب، يعني حضرتك دلوقتي مدرب منتخب مصر، حضرتك دلوقتي مدرب منتخب مصر، اول ما هتعلن قائمه الناس تقول ما خدش ده ليه وخدت ده ليه على طول. يعني لسه كنت بقول من ساعه ايام الكابتن محمود الجوهري من ساعه ما وضع على الكوره في انتقادات لقائمه منتخب مصر. قائمه منتخب مصر شايفها مرضيه او منطقيه بنسبه كام في الميه؟ لا بنسبه 90%. 90%؟ لا يعني صراحه في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي ومحمد صبحي دولت انا بالنسبه لي انا كحسن مصطفى دولت احسن ثلاث حراس موجودين، معاهم اثنين تانيين يعني مدرب حارس الاتحاد المهدي مهدي سليمان والهاني سليمان في سموحه لا المهدي، المهدي سليمان في الاتحاد، في الاتحاد وبتاع المقاولين عشان محمود ابو السعود، ابو السعود بالظبط كده. يعني دولت الخمسه بالنسبه لي تختار منهم ثلاثه يبقى حاجه كويسه. حتى الديفنس برضو كويسين، الاسامي كلها كويسه. انا بس هو اللي انا مستغربه هو ليه ما خدش ناس من لعيبه فيوتشر؟ يعني انت عندك فريق ماشي كويس، لعيبه بتادي اداء كويس في المركز الثاني في الدوري، بيجتهدوا. ما هو بص يا كيمو، لما حد بيجتهد بيتمنى ان هو ياخد الاجاده يروح المنتخب. طبعا طبعا. يعني لعيب زي مهند لاشين ورضا بوبو دولت الاثنين عاملين اداء كويس قوي قوي قوي. ممكن تفرق كمان اللفظ مش اجتهاد، ده بيبدعوا. ماشي بيبدعوا. يعني تتفق مع كابتن حسن؟ طبعا. مهند لاشين اول ما دخلت لك ايه ازاي رضا بوبو ما شاء الله؟ لا ومهند لاشين من افضل الثمانيه في مصر حلو. دلوقتي جيتولي بقى، جيتولي بقى انتوا الاثنين، هسالكوا سؤال مهم جدا دلوقتي. طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، مين من الخمسه دول كان المفروض يبقى بره لصالح الاثنين؟ طب انا هسالك انا سؤال برضو. انت هو في الحته ديت يعني حاطط الخبره طب انت عايز تغير المنتخب ولا تحط ناس خبره في المنتخب زي طارق حامد؟ انا بتكلم على طارق حامد. بس طارق حامد متالق جدا مع اتحاد جد. خلينا بس جداً نتكلم، انت عايز تغير الدم ولا تخلي يبقى عندك لعيب في نص الملعب خبره؟ ما هو ده هو الخبره، اللعيب الوحيد اللي عنده خبره في نص الملعب. ماشي يعني انت فاهمني. انا واخد مروان عطيه وامام عاشور صغيرين. ايه مروان عطيه وامام عاشور صغيرين. ما هو ده انا بتكلم على طارق حامد فقط لا غير. هل انت عايز تغير مراكز افضل؟ ما تتكلمها مراكز. لا انا عايز لا ما دولت الصهور، ما دولت خلي بالك